كلما نام على صوت الأنين آه يا ضلعي وآه يا جنيني لكن اليوم على جمر الحنين ساهرا يصرخ يا أمي خذيني. شينادي الحسين مذ تركت الدار أمي لو تري وقع البيت على رأس الحسين طال النوى على ما لا يرحم اليتامى طال النوى على ما لا يرحم كحسين حسن حمليا ينظر المحراب محليا شجيا بيتنا وأضحى من النور خليا عظم الله لك الأجر أخيا. شي يقول الإمام الحسن قست الدنيا علينا ظالما أخذت من كل عين فاطمة قوس رمى الكرام لا يرحم اليتامى قوس رمى الكرام لا يرحم شيقول كيف أسلو يا أخي في منامي وعيوني شاهدت فعلا لآمي حين نادت أمنا خلوا إمامي خلوا عن علي بن عمي حين نادت أمنا خلوا إمامي يعز عليك تسمع صرخ الطاغوت جروه أمامي وصف يا أبا محمد كي يقول إن هذا صاحب والبأس الكبير قيدوه بحبال كالأسير يا علي أي من قيد الإمام لا يرحم من قيد الإمام لا يرحم يا أخي يا
ليس لي إلا صب الدموع بعد أمي كيف أسلو في هجوع وبأذني صوت تكسير الظلوع. الله يا أبا محمد. وبأذني صوت تكسير الظلوع كقوارير بباب من جذوع بعد جرحين بعد لطمين بعد خدين قد لطين حين آتي وتراني تبتسم من أسس الظلام لا يرحم من أسس الظلام وكأني أنظر الحوراء زينب للحبيبين أتت تشكو وتنحب موقف أضحى ببالي ما تغيب جنب أمي بقراب الصوت يضرب أي جنب أمي بقراب الصوت يضرب مظهر الرحمن عادي والرحيم أفيدمي متنا صوت اللئيم من أنكر الذمام لا يرحم من أنكر الذمام